أنتقل إليك أستاذ سمير، ما هي قراءتك الأولية لآخر التطورات الميدانية لهذه الحرب؟ يعني نلاحظ أولا، تحياتي لكم ولضيفك الكريم ولمشاهدينا الأعزاء. يعني نلاحظ أن الشهر الرابع من العملية العسكرية الروسية هناك أهداف عديدة تحققت، ولا يمكن القول أن هناك أهداف لم تتحقق أو بعض الأهداف يعني أو أنه لم يتحقق شيء من هذه العملية. على العكس، يعني الدونباس وهو الهدف الأساسي لهذه العملية أصبح قريب من نقطة الحسم. يعني لوغانسك الآن أصبحت شبه محررة تماما، أصبحت بعض الجيوب في مدينة ليساتشينسك، دانيسك، أيضا هناك بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات اليمينية المتطرفة، وهي في المستقبل القريب أيضا ستصبح تحت سيطرة القوات الروسية وقوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك. ما يخص أوكرانيا، نحن دائما نقول أنها لم تعد الآن يعني ولو في المستقبل القريب يعني عضوا في حلف الناتو. لذلك يعني نلاحظ أن الآن ما يجري في أوكرانيا، في البداية كانت تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أنهم يستطيعون استنزاف روسيا عندما يطيلون أمد الحرب، لكن تبين الآن بعد هذه الفترة الطويلة من الحرب ومن يعني العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أن الاقتصاد الأوروبي هو الذي يستنزف، وأن الدول الأوروبية هي التي تصرخ، والنتيجة أن لا توجد هناك وحدة موقف في الدول الأوروبية، هناك انقسامات وهناك آراء مختلفة، وكل ما يحاولون الآن إظهاره من وحدة الموقف هي فقط لوسائل الإعلام، وأيضا هي محاولة لرفع ودعم يعني لرفع معنويات الجيش الأوكراني يعني المجموعات الفاشية المتطرفة. إذا العملية العسكرية الآن تسير كما رسم لها، وإن كانت ببطء، ولكن نحن دائما نقول عمليات منظمة ومنسقة، والنتيجة ظاهرة. يعني سيفيرودونيتسك أصبحت محررة الآن، العديد من المدن والقرى أصبحت محررة، ونلاحظ أن الخسائر في صفوف الجيش الروسي أو صفوف قوات جمهوريتي لوغانسك ودانيسك هي في أقلها، يعني لا توجد خسائر كبيرة، وأن نلاحظ كلما طالت هذه العملية كلما ازدادت الخسائر البشرية والمادية في كل المجالات في الطرف الأوكراني. لذلك هذه أعتقد ليست استنزاف لروسيا، وإنما تدمير لأوكرانيا، استنزاف لاقتصادها ونزيف دماء أبنائها، والذي يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها بريطانيا، لرفضهم يعني مساعدة أو لرفضهم السماح لأوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.